مساء الخير على الجميع، وينعاد عليكم الشهر الفضيل بالخير والصحة والعافية. معاكم برنامج اربح مع اماني، ومن احلى مكان عندي. يمكن اللي يتابعوني بالسوشيال ميديا خصوصا بالسناب يدرون ايش كثر انا يلم باركية. فلما اقترحت عليهم انني ما قالوا لي لا، عشان كذا راح نستانس وايد، وان شاء الله الكل يكون ربحان معنا اليوم. Stay tuned. سهل هالمرة، من اللاعب الشهير الملقب بمكتوبة مكتوبة هني بالعربي في نومينو، قصدهم في نامنا؟ فخلونا نشوف منو. قوة، هلا والله، شلونك؟ الحمد لله زين. شلونك مع أجواء المباركية؟ حلوة. شني طقيت كاميرتنا؟ شو أخباركم؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ زينب. زينب، وأنت؟ فاطمة. أي مدرسة؟ فاطمة ثانية ثالث. ما شاء الله عيالك. ماكو سبيان؟ ماكو كرة قدم؟ لا. تحبون كرة القدم؟ يعني. سألت سؤال رياضي في كاش. ماشي. في لاعب كرة قدم شهير جدا 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 جدا، كانوا يلقبونه بالفينامينا. ما أدري اللي عارف له رونالدو يمكن. اللاعب البرازيلي الظاهرة رونالدو. تشير صح؟ تشير. تشيرها صحيح؟ ألف مبروك باستماعنا برنامجي اسمه أربح مع أماني، ويرف معانا كاش، وهذه عيديتكم الحلوة يا بنات. يلا ثانك يو. سؤال إيطالي. مساء الخير، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله. وين حضرتك؟ بالقاهرة إن شاء الله. ما شربتش من سؤال إيطالي ما له شغلة بريال ولا ببرشلونة. من اللاعب الإيطالي الشهير اللي أضاع آخر ركلة ترجيحية لمنتخب بلاد إيطاليا بكأس العالم 94 وتسببت بخسارة البطولة من البرازيل؟ ما شاء الله. بلاتيني. لا. بلاتيني. أحسك عارف، بناطرة منك. ايطالي اخر كاس كم؟ 94. فان انا لا. ميرسي. تشاركون؟ مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ طيب. شنو اسمك؟ عبد الرحمن. بنتي؟ دان. وام؟ محمد. يا هلا فيك، من وين؟ من السعودية. يا هلا، من وين؟ من السعودية. من الشرقية. يا هلا بأهل الشرقية، شرفتونا ونورتونا. شنو ايش رايك من باركية، ولا أول مرة؟ ولا مش أول مرة، من زمان. إيه على طول. إيه هو المكان الشعبي اللي أنا لما إيه أحس نفسي مرة مرة مبسوطين مرة، ما شاء الله. دوم إن شاء الله. عاد عليكم الشرف. إن شاء الله. شلونكم مع الرياضة؟ رياضة؟ زينين؟ هذا رياضي. أنت رياضي؟ لا لا، بس سؤال وايد صعب عليه. سؤال عن 94 كلش يعني تتوقعين. أنا راح أحاول أعطيك اختيارات وانت قولي لي. من اللاعب الايطالي الشهير الذي اضاع اخر ركله ترجيحيه لمنتخب بلاده ايطاليا بكاس العالم 94 وتسببت بخسارتهم او بخساره البطوله من البرازيل؟ روبرتو كافالي ولا باجيو ولا روبرتو باجيو؟ 1 2 or 3 3 3 و3 صح. هي 2 و3 نفسها اصلا، حتى ما ادري اذا البرونسينج مالي كان صحيح. ربحتي كاش من مع برنامجي من تلفزيون القناه الثالثه. الف مبروك عليكم وتستاهلون كل خير. الله يعافيكم، استانسوا. مساء الخير، شلونكم؟ خير والله الحمد لله. عاد عليكم بالخير والصحه والعافيه هالشهر الفضل. عليك ان شاء الله. معي؟ معك عادل الشمري. عبد الله نزل. ربع ولا انا صادتكم انتم الاثنين؟ اي ربع، والنعم فيكم. شلونكم مع رمضان؟ ما علي والله الحمد لله، مستعدين ان شاء الله، والله يتمم لنا على خير. لا والله من السعوديه. من وين؟ احنا من الخبجي. انا سعودي، انا سعودي، نعم وامجادي شهودي، واظهر
منو الفريق العربي اللي حقق كأس العالم لكرة اليد؟ مصر. أنا أعطيتك فرصتك. تونس. مرة الجاية قولوا لي إذا في اختيارات عشان أعطيكم اختيارات. لا سوري. قلت لكم الإجابة شوية تركي. مساء الخير. خير. شانك؟ بخير الله يسلمك. منو؟ نور الدين. نور الدين؟ نعم. من وين؟ من مصر. من وين من مصر؟ صعيد مصر. صعيد؟ نعم. أهلا بأهل الصعيد. تشتغل هنا في الكويت ولا عايش ولا إيه بالضبط؟ عايش شغال إن شاء الله بالكويت. ماركية؟ لا شغال بدون أميرة. والله في اي بي. وبتعمل هنا ايه؟ بقى يعني احب اتمشى في الاسواق الشعبيه وكذا يعني وضيع. شلونك مع الرياضه؟ يعني ماليش في الرياضه اقول يعني شوي. ما في رياضه معينه تحبها؟ يعني شوي كره قدم كره يد كذا يعني. كره يد تمام. منو المنتخب العربي اللي حقق كاس العالم لكره اليد؟ سوريا مصر ام ولا دوله عربيه؟ ولا دولة عربية على المظلم. ولا دولة عربية فازت. برافو عليك. برافو عليك. ربحان مع برنامجي وكاش عليك بألف عافية. وهذه عيديتنا من تلفزيون القناة الثالثة لكم أنتوا. Thank you. كم مدة الشوط الإضافي الثاني لمباراة كأس القدم التي تصل للأشواط الإضافية؟ سنرى. مرحبا. أهلا. تحب تشارك؟ نعم. شلونكم؟ طول عمرك الله يبارك فيك. حضرتك؟ عبد العزيز عبد الله البلالي. نعم فيك. سعودية الدمام. من المملكة العربية السعودية من وين بالضبط؟ الدمام طال عمرك. الدمام يا هلا فيكم أهل السعودية كثرانين هني. والله منورين الدين. الله يجودك ويجزاك خير. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ نوف. مستانسة بالكويت؟ فينا. يا. نوري وان. أوكي شلونك مع الرياضة عمي؟ والله إن شاء الله زين إن شاء الله. إن شاء الله معلومات جيدة. كم دقيقة مدة الشوط الإضافي الثاني لمباراة كرة القدم التي تصل للأشواط الإضافية؟ 15 دقيقة. وإنت صح وألف صح وما أعطيت اختيارات ومبروك عليك. وهذه عيديتنا كاش من تلفزيون القناة الثالثة وحياكم الله. هذه ديرتكم الثانية. آخر مرة حقق منتخب ألمانيا لكرة القدم بطولة أمم أوروبا للمنتخبات؟ ونون النسوة. نون النسوة هاي شلونكم؟ ينعاد عليكم. مع شم أحمد. أنا ما سألت منه للحين بس. يا هلا فيك يا أم أحمد. حبيبتي. من الكويت؟ أي من الكويت. وحضرتك؟ آمنة. آمنة؟ شكم نسيحين. بس شلونكم مع ينعاد عليكم الشهر الفضيل أول شيء بالخير والصحة والعافية. آمين. شلونكم مع الرياضة؟ يعني. طب احنا حنقرب هنا ماشي. وانت شلون شمال؟ زين قدساويه عرباويه شنو؟ ولا شيء ولا انت؟ مدريديه برشلونيه هنديه صوماليه موزمبيقيه ولا حاجه ماشي. متى اخر مره حقق منتخب المانيا لكره القدم بطوله امم اوروبا للمنتخبات؟ راح اعطيكم خيارات عشان تشيرون. 96 97 او 98. 96 97 او 98. 96 صح. وربحتي مع أماني كاش. هذه عيديتنا من تلفزيون ديرة الكويت القناة الثالثة الرياضية. ألف مبروك ونعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. أين أقيمت بطولة كأس القارات لكرة القدم للمنتخبات في آخر مرة عام 2013؟ ويا الإعداد لا تحطوا لي كلمة ميلادي بعد 2013 زين. خلينا نشوف أي دولة. مساء الخير أخوي شانك. مساء الخير. صدمتك أدري صدمت. عيش عادي تشارك معنا؟ اي طبعا. من وين حضرتك؟ سعودي. هم سعودية. يا هلا بل السعودية. من وين السعودية؟ من الرياض. أهل الرياض. أنا زرت الرياض مرة جميلة. إن جدة أونس. أنت شو تقول؟ هي جدة أم الرخة والشدة أكيد أونس يعني. والرياض العاصمة شوي ستريك يعني. عشان كذا تقولون كذا؟ لا عشان كذا. كذا 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 حلو. طيب وكيف كذا إذا خسرت معي أنا راح أطلع زعلانة. أين أقيمت بطولة كأس القارات لكرة القدم للمنتخبات في آخر مرة عام 2003 بأي دولة؟ بليز جاوب بليز عشان كذا عشان تربح كذا. البرازيل. صح.
ألف مبروك ونورتونا يا للسعود. الله يعطيك العافية. وهذه عيدياتنا. شكرا. أين أقيمت أول مرة بطولة كأس العالم؟ بأي دولة استضافتها عام 1930 ميلادي؟ هم ميلادي هم يا إعداد حاطين لي كلمة ميلادي. مساء الخير أخوي، شلونكم؟ شلونكم؟ أطول لي بعمرك. هم من السعودية؟ لا من اليمن طال عمرك. من اليمن؟ أم اليمن، أم اليمن، أم اليمن، في داخل القلب حبك في الفؤاد استبى. أين أقيمت أول مرة بطولة كأس العالم؟ بأي دولة استضافتها عام 1930؟ في اختيارات؟ أوروغواي. إيه؟ مصر. برازيل. لا الأرجواي. أوروغواي. نعم. هي أوروغواي ولا أوروغواي؟ أوروغواي. يعني أنا صح وأنت صح. ألف مبروك كاش من تلفزيون القناة الثالثة، وهذه عيديتك وتستاهل ونورتنا وشرفتنا. شنو اسم أكبر ملعب في دولة البرازيل؟ لا تسي. مساء الخير. نور يا حبيبتي. شخبارك؟ الحمد لله. من مصر. أنا مصري. فين من مصر؟ أنا من محافظة تقع شرق القاهرة ب 220 كيلو اسمها محافظة دمياط. دمياط؟ عارفة دمياط. دمياط تشتهر بصناعة الحلوى والأجبان وتطل على البحر الأبيض وبصناعة الأثاث بالأخشاب. حلوة حصة التاريخ مالتنا؟ أي طبعاً لابد أكيد طبعاً. بتجيبوا الأجبان والحاجات والحركات هنا؟ كله وصيد الأسماك وكله بنجيبه هنا الكويت. يعني أنت تاجر؟ هنا الكويت. لا 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 أنا بشتغل. إزيك مع الرياضة؟ تمام الحمد لله. أنا بحب الرياضة وبمارس رياضة المشي يومياً. يومياً يومياً. هي دي الرياضة المفضلة لنا كرة القدم. طيب أنا هسألك بس حاجة عالمية بقى. ماشي؟ اسم أكبر ملعب في دولة البرازيل. البرازيل تعتبر خامس أكبر دولة على مستوى العالم وفيها 20 مليون لاعب كرة محترفين، وأكبر ملعب فيها يسمى الماراكانا. إلهي عليك وبرافو وتستاهل أحسن هدية وأحسن جائزة. هذا كاش صدم عيشتي. يا ريت كل الناس تجاوب نفسها. عليك بألف عافية. ينعاد عليك، ينعاد عليك، تستاهل. يا الله في ناس صدق تستاهل. يلا one more question. أقول لك شحليلك صغيرة. وياي تصور سيلفي فصدها عشان انزين. تدرين هي واحدة تعزني وتحبني وياي تصور معاي، فسؤالي لها، أنت هي مدريدية ولا برشلونية؟ بليز قولي مدريدية. مدريدية لعيون أماني. بس عطوني كاش لو سمحتوا، وهذه ما راح تصير كل مرة بس لأن الناس لما تتعنى عشاني وتيني ليهني أنا بس، ولأنش قلتي مدريد بربحك هالمرة بدون أي شيء. حبيبة قلبي هذه عيدية أماني، حبتكم العافية يا ربي. من هو النادي الإنجليزي الذي يلعب على ملعب الوايت هارت لين؟ مرحبا أخي، شانك؟ الحمد لله. وين؟ السودان. من السودان؟ آه. أهل السودان يحبون الرياضة؟ يحبون الرياضة شديد. شنو رياضتك أنت المفضلة؟ كرة القدم. كرة القدم، أوكي. من هو النادي الإنجليزي اللي يلعب على ملعب الوايت هارت لين؟ توتنهام. إنجليزي في مدينة لندن لبريطانيا. وألف مبروك ربحان معاي وتستاهلوني. أهل السودان تحياتنا للسودان. كاش من تلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة بالتحديد، والربح دائما وخيركم، والربح دائم دائم مع عمون. كذي وصلت معكم لنهاية حلقة اليوم، رح أشوفكم باشر بحلقة جديدة وفايزين يدد بأسئلة رياضية سهلة وسريعة وخفيفة. Thank you Salon Silvana for taking care of my look. Bye bye.